شكرا سي النائب على هذا السؤال. عندنا استراتيجيه في وزاره النقل واللوجيستيك تهدف لتاهيل القطاع ديال النقل الطرقي ديال البضائع وديال المسافرين، وباش نحسنوا من مؤشرات السلامه الطرقيه والنجاعه الطاقيه وحمايه البيئه تنعتمدوا برنامج باش نجددوا الاسطول ديال النقل الطرقي ونخفوا من الظاهره ديال التقادم ديالو، وذلك من خلال تخصيص منح مهمه لفائده المهنيين باش يجددوا المركبات ديال النقل الطرقي اللي تجاوز عمرها 15 سنه. للاشاره منذ سنه 2008 الى يومنا تم تخصيص حوالي مليار و200 مليون ديال الدرهم استهدف 6185 عربه باش نسهلوا ونحفزوا المهنيين الراغبين في الاستفاده من هذا البرنامج. تقوم الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه قامت خلال سنه 2022 عفوا بتسريع وتيره معالجه الملفات واحدثت منصه رقميه باش تمكن المهنيين من تقديم الطلبات وباش يقدروا يتبعوا المعالجه ديال هذه الطلبات ديالهم. بغيت نشير ايضا ان مصالح الوكاله تتهيئ لفتح باب التسجيل بالنسبه لسنه 2023، ومن جهه اخرى بغيت نقول لكم ان الوزاره تدرس حاليا سبل تعزيز هذا البرنامج وخاصه فيما يتعلق بعربات نقل المسافرين. شكرا.